تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات المباشرة بغرض خلق الوظائف في السوق المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم نموه. نعم، هذا ويلعب مجلس التنمية الاقتصادية دورا كبيرا في هذا الجانب، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الجديدة على الاستفادة من نقاط القوة الرئيسة في المملكة وترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد. يلعب مجلس التنمية الاقتصادية دورا مهما في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين بغرض خلق الوظائف في السوق المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ودعم نموه. ولعل من أمثلة هذه الاستثمارات هو استقطاب شركة بافيليون للطاقة المتجددة لإنشاء مقرها الرئيسي في مملكة البحرين. يلعب مجلس التنمية الاقتصادية دور جدا مهم في خلق الوظائف في مملكة البحرين عن طريق استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمملكة البحرين لتعزيز جهود الحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق شتى الأهداف اللي تطمح لها مملكة البحرين، طبعا بدعم كبير من مجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من مؤسسات وجهازات الدولة في هذا المجال. طبعا تأثير الاستثمارات الأجنبية في شتى المجالات في مملكة البحرين من هالناحية ساعدت في خلق وظائف كثيرة للبحرينيين، في لأن الاستثمارات هذه تساعد في نمو القطاعات المختلفة من ضمنها قطاع الطاقة البديلة مثل القطاع اللي احنا حاليا احنا شغالين فيه في شركة بافيليون للطاقة. تهدف بافيليون للطاقة المتجددة إلى أن تصبح شركة رائدة عالميا في توفير خدمات وحلول الطاقة والمياه النظيفة واستخلاص الكربون من الجو، مما يحدث تأثيراً إيجابياً بيئياً واجتماعياً من خلال الحد من البصمة الكربونية العالمية. تأسست شركة بافيليون في البحرين في عام 2018 بهدف رئيسي لتوليد الطاقة عن طريق الطاقة المتجددة، سواء الألواح الشمسية والمراوح الهوائية ولا تحويل معالجة النفايات وتحويلهم إلى طاقة، بالإضافة إلى العديد من الطرق الأخرى اللي قاعدة تدرسها الشركة من تكنولوجيا حديثة في تطوير عملية توليد الطاقة عن طريق الطاقة البديلة اللي تساعد في تقليص البصمة الكربونية لمملكة البحرين. وتستمر مساهمة مجلس التنمية الاقتصادية في الاستثمارات المباشرة بهدف دعم التنويع الاقتصادي والتعاون مع قطاعات الأعمال المحلية.